أزمة انتخاب الرئيس في لبنان تستمر، جبران باسيل يهدد حليفه حزب الله وبالترشح إلى المنصب، فهل تأتي تحركات بري وجنبلاط بجديد؟ تقارير صحفية تشير إلى تريث أنقرة في ملف التطبيع مع دمشق، وحديث عن مشروع أمريكي لحل أزمة مناطق شمال وشرق سوريا مع تركيا. فهل بدأ يظهر التراجع التركي عن التطبيع مع دمشق مع دعمها لجهود مسألة أو مساءلة الحكومة السورية عن هجوم دوما؟ المعارضة التركية تتوحد في وجه أردوغان، والحديث عن سلسلة إجراءات للحد من صلاحيات الرئيس. فهل تجد تعهدات المعارضة دعما شعبيا؟ وتتابعون معي أنا آسيا هشام في المشهد الليلة وضمن ملفاتها التحليلية. حالة طلاق كل 120 ثانية في مصر، إحصاء يدق ناقوس الخطر في الدول العربية، فما الأسباب وما هي مقترحات الحلول؟ أنا أو لا أحد، قد يكون هذا حال جبران باسيل الذي أصبح يهاجم الجميع من أجل الوصول إلى كرسي الرئاسة في لبنان. فلم يتوقف الأمر على مهاجمة المرشحين المحتملين كقائد الجيش اللبناني جوزيف عون، بل تعدى ذلك لتهديد حلفائه أي حزب الله الذي يدعم ترشيح سليمان فرنجية. ووسط كل ذلك يعول الساس اليوم في لبنان على تحركات بري وجنبلاط لإحداث خرق في الحواجز المتراكمة والتوصل إلى صيغة توافقية قد تفرج عن انتخاب رئيس للجمهورية. مؤشرات الأزمة بين حلفاء الأمس في لبنان بدأت تدريجيا تجد طريقها إلى وسائل الإعلام. أطراف تحالف العهد لم يعودوا على قلب رجل واحد كما كان الحال فترة حكم الرئيس السابق ميشيل عون بناء على التطورات الأخيرة. أمام الخلاف الواضح بين الفرقاء اللبنانيين على تسمية رئيس للجمهورية، كرس رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لمزيد من الافتراق السياسي مع حزب الله بعد تلويحه بالترشح للرئاسة في حال عدم التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن. باسيل وفي معرض انتقادات وجهها لحزب الله اتهم الحزب بمحاولة تخريب الشراكة التي تم التوصل إليها خلال السنوات الماضية عبر أقصائه هو وحزبه عن التمثيل في الانتخابات وفرض أسماء أخرى لا تلقى إجماعا بين الحلفاء. رحلة التحالف السابقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله اصطدمت مؤخرا بإصرار الأخير على ترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية وتأمين عوامل وصوله إلى قصر بعبدة بحسب وسائل إعلام لبنانية، في حين يعول الباحثون عن الحل على التحركات الأخيرة لزعيمي حركة أمل والحزب التقدم الاشتراكي كما ذكرنا نبيه بري ووليد جبلاط في أن تحدث خرقا في تلك الحواجز التي ركمتها الخلافات على مدى السنوات الماضية، وذلك بهدف أن يتم التوصل في القريب العاجل إلى صيغة توافقية تخلص أخيرا إلى انتخاب رئيس للجمهورية. إذن في بلد يرزح تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والأمنية لابد أن نتحدث عن هذا الموضوع، موضوع الانتخابات. ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ توني أبي نجم. أستاذ توني مرحبا بك. طيب ماذا أول شيء ماذا يريد باسيل برأيك؟ المشهد بشخص يعني الزميل والاستاذ الصديق توني خليفي وكل الاصدقاء العاملين، ومبسوط كثير ان يكون معك، متابعك من فتره زميلتي اسيا، بحضورك وبمهنيتك وبادائك. الف مبروك لكم جميعا.
بالعودة أهلا بك، للسؤال، تفضل. عمليا جبران باسيل أمام مأزق خطير بسبب أنه في مرشحين اثنين جديين اليوم للرئاسة، وهالمرشحين هن كل واحد من ميلته بشكله أكبر خطر على جبران باسيل. أولا قائد الجيش العماد جوزيف عون يلي هو بيجي من مدرسة الرئيس ميشيل عون بالمعنى العون وبالمعنى المؤسسة العسكرية كمان، في حال وصل العماد جوزيف عون للرئاسة يخشى جبران باسيل على كل شعبيته وحتى على كتلته النيابية، وفي حال وصل المرشح الآخر سليمان فرنجي جبران باسيل يخشى على حضوره عبر جماعته في الإدارة اللبنانية، لأنه سليمان فرنجي ملم جدا بتفاصيل الإدارة لأنه ابن يعني هيدي المنظومة والدولة منذ العام 1991. وبالتالي هذان المرشحان يشكلان هاجسا كبيرا لجبران باسيل الذي يسعى بأي طريقة من الطرق لأن يتفادى وصول هذين الاسمين، وبالتالي يحاول بشتى الطرق أن يحرج حزب الله أو أن يضغط عليه لتأمين وصول أي مرشح من سنتحدث عن دون موضوع وزن. حزب الله، ولكن ما هي المعركة الحقيقية لباسيل الآن، مع جوزيف عون أكثر ولا مع فرنجية؟ لأنه بعض الصحفيين في لبنان يقولون بأنه يمكنه الحصول، فرنجية يمكنه الحصول على حوالي 5 أصوات من تكتل لبنان القوي، بينما عون قادر على الحصول على أكثر من 10 أصوات من التكتل نفسه، وبالتالي معركة باسيل مع عون بالدرجة الأولى، جوزيف عون، صح؟ جوزيف عون يمكنه أن يحصل على أكثر من 10 أصوات من التكتل، وكم قلت يستطيع أن ينهي الحالة الباسيلية، يعني حالة جبران باسيل وحضوره في الحياة السياسية، لأنه كل الذين يتحلقون حتى الساعة حول جبران باسيل سيلتحقون حكما بجوزيف عون كرئيس للجمهورية. ولكن أيضا جبران باسيل يشكل عقدة لسليمان فرنجي، يشكل عقدة لجبران باسيل لأن جبران باسيل يخاف على كل جماعته في الإدارة الذين سيطيح بهم حكم جبران باسيل. وبالتالي مشكلة جبران باسيل مع جوزيف عون، أولا لأنه سيعريه، وأيضا لأن جوزيف عون غير منغمس بالفساد، وهنا لب المشكلة. لا يمكن لجبران باسيل أن يعقد صفقات مع جوزيف عون، أعطيني هون وبعطيك هون، وبالتالي هذه الأزمات تجعل من جوزيف عون الخصم الأول أو العدو الأول لجبران باسيل. هو هاجمه بشكل مباشر بالأمس في مؤتمره الصحفي، لا بل حاول أن يلصق به صفة الفساد وهي التي تنطبق على باسيل المعاقب بموجب قانون ماجنيتسكي، ولذلك يريد وسعى في خلال السنة الأخيرة من عهد ميشيل عون لأن يطيح بقائد الجيش لكنه فشل. وهو ايضا يعني لديه مشكله مع سليمان فرنجي بفعل التنافس على الحصص والمواقع داخل المؤسسات والوزارات طيب، والادارات. هلا عم بينطرح سؤال، مش ميشيل عون اللي جلب جوزيف عون؟ ما الذي ميشيل حدث؟ عون جلب جوزيف عون وهم يهاجمونه. ميشيل عون جدد لرياض سلامه من خارج جدول الاعمال ودافع اركان العهد العوني من سليم جريساطي والاء عون طيب، ماذا يحدث في ونيكولاس صحيح التحالفات وغيرهم. بشكل نعم، عام؟ وايضا ميشيل عون اتى برئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ويهاجمونه. جبران باسيل يهاجم جميع الموارد لانه يريد ان يترك نفسه فقط، وبالتالي يعتبر كل ماروني قوي يمكن ان يكون مرشحا للرئاسة هو عدو ويتصرف على هذا الأساس ما لم يتمكن من تدجينه بين هلالين أو إخضاعه. طيب، في حال لم يترشح باسيل، ستبقى هذه الحرب قائمة على عون؟ بطبيعة الحال نعم، أساسا تهويل جبران باسيل بالترشح مضحك زميلتي آسيا، لأن جبران باسيل يعرف أنه إذا ترشح لن ينال أكثر من 10 إلى 12 صوتا فقط ومن كتلته، لن ينال أكثر من هذه الأصوات ولا صوتا واحدا. وبالتالي جبران باسيل يهول وهو يعرف أن تهويله غير جدي، وأن أحدا من الأطراف السياسية بدءا من حزب الله إلى القوات اللبنانية
لا يعتبروا هذا التهويل قائما ولا جديا، ولا يرون في جبران باسيل مرشحا رئاسيا، هو المعاقب بسبب فساده وهو المعزول حتى من داخل تكتله، والدليل ان عددا من نواب تكتله بادروا الى الاتصال بقائد الجيش بعد كلام باسيل للتنصل من كلامه واعتبار ان هذا الكلام لا يمثلهم. طيب أستاذ توني، ابقى معنا لو سمحت، ما زال لدينا المزيد لنتحدث به في هذا الشأن. مشاهدينا، لم تقتصر تصريحات جبران باسيل الهجومية على حزب الله، بل وصلت لاستهداف قائد الجيش اللبناني جوزيف عون كما تحدثنا. تجلى ذلك باتهامه بمخالفة قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية وأخذ صلاحيات وزير الدفاع موريس سليم بالقوة، فضلا عن التصرف بالملايين من صندوق الأموال الخاصة بالجيش على هواه. تصريحات وصفت بمحاولة باسيل لتطويق الشخصيات المارونية المرشحة للرئاسة، وأبرزها قائد الجيش العماد جوزيف عون، حيث اعتبرها النائب اللبناني السابق فارس سعيد التفافا واضحا على الاتصالات واللقاءات الهادفة إلى إيجاد مساحة مشتركة بين بعض الكتل النيابية والأحزاب لطرح أسماء جديدة قابلة للتوافق. خبراء رأوا أيضا، وهم خبراء أمنيون، أن الجيش حالة قائمة بذاتها تحظى باحترام وتأييد جميع اللبنانيين، معتبرين أن تصريحات باسيل هي محاولة لفتح النار على جميع مرشحي رئاسة الجمهورية بمن فيهم قائد الجيش. هذه التوصيفات رفضها عضو التيار الوطني الحر وليد الأشقر، مؤكدا أن رئيس التيار لا يسعى لرئاسة الجمهورية بدليل طرحه لمجموعة من الأسماء للتوافق على ترشيحها للمنصب. أستاذ توني، نعود إليك. بعض نواب التيار الوطني الحر قاموا باتصالات بعدة جهات منها قائد الجيش وحزب الله، مؤكدين أنه كلام باسيل يمثل لا يمثلهم. إذا تم الطلاق والتخلي؟ الجميع يعلم أنه منذ ما قبل انتهاء عهد ميشيل عون، وتحديدا منذ الانتخابات النيابية الأخيرة، بات يعني تكتل جبران باسيل وما يسمى بتكتل لبنان القوي هو عبارة عن تكتلات داخل التكتل الواحد. يعني من هذا التكتل نائبات طشناق ومحمد يحيى هم مستعدون لانتخاب سليمان فرنجية، بين 7 و9 نواب من التكتل مستعدون لانتخاب العماد جوزيف عون، وبالتالي جبران باسيل لا يمون عليهم. إنما المفارقة كانت أن جبران باسيل المتهم بالفساد وبالعمولات وبإهدار عشرات مليارات الدولارات على الكهرباء، يتهم قائد الجيش بعملية يعني فساد أو تلاعب بالحسابات وعدم يعني آليات المحاسبة العمومية التي لم يحترمها جبران باسيل يوما، في حين أن أداء عهد عون الذي كان جبران باسيل رئيس الظل فيه أوصل قائد الجيش، وأعتذر على التعبير، لأن يكون متسولا لإعالة جنوده، لأن يبحث عن التمويل من هنا وهناك من أجل أن يؤمن استمرارية المؤسسة العسكرية بسبب فساد العهد العوني وأداء جبران باسيل وكل المحيطين به. وبالتالي يعني إذا كان ثمة إجماع في لبنان على أمر في موضوع قائد الجيش، فهو على نزاهته وأنه لا غبار عليه في مواضيع الفساد. وبالتالي تحول جبران باسيل أو كلام جبران باسيل إلى سخرية بين اللبنانيين بسبب محاولة إسقاط على قائد الجيش الاتهامات التي تصيب جبران باسيل شخصيا. طب أستاذ توني، الوضع في لبنان يعني تعودنا على العناد من قبل المسيطرين على المشهد السياسي. باسيل الآن كيف سيعيد تموضعه بغض النظر أنه حلم بعبدة صار مستحيل؟ ماذا لديه من أوراق؟ هو يحاول أن يبحث توجه ضمنيا في كلامه بالأمس في محاولة لاستجداء نوع من التلاقي مع القوات اللبنانية. يعني حين قال أنه يجب علينا كمسيحيين أن نتفق، هو كان يستجدي أي اتصال أو لقاء مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي كان رفض ولا يزال يرفض أي لقاء مع جبران باسيل. وبالتالي هذه المحاولات تجعل بفتكر حيبقى يرفض أستاذ توني ولا لا؟ هو رافض، وهو أعلن عبر مقابلة إعلامية مؤخرا. طب على ماذا يعول باسيل؟ هنا السؤال. باسيل يعول على أن من ناحية سليمان فرنجي لا يملك ال 65 صوتا التي يحتاجها للوصول إلى الرئاسة، وفي المقابل يعول على أن حزب الله لا يزال يرفض حتى ساعة قائد الجيش.
وبالتالي هو بامتناعه عن الذهاب باتجاه فرنجية إنما يعرقل إمكانية وصوله، وبامتناعه عن دعم قائد الجيش إنما أيضا يعرقل، وبالتالي يحاول باسيل فقط القيام بدور المعرقل، لا يمكنه القيام بأي دور بناء. ولكن هذا الموضوع لا يمكن أن يستمر طويلا، لأن الأوضاع في لبنان ضاغطة على شتى المستويات. نحن نتابع ليس فقط الانهيار المالي والاقتصادي، باتت المؤسسات تنهار نعم وتتحلل، كما رأينا وتابعنا الصراع القضائي داخل الجسم القضائي، كما نتابع الأوضاع حتى على صعيد المؤسسات الأمنية. وبالتالي كل هذه الأوضاع تشكل عوامل ضغط ستدفع بالجميع حتما وفي مدى منظور، يعني ليس على المدى الطويل، إلى الذهاب نحو تسوية ما نأمل أن تتم بين هلالين على البارد، ونحاول أن نتفادى أن تتم على الحامي كما يقال باللبناني، وخصوصا في ظل تطورات المنطقة المقلقة، حيث يستشعر حزب الله بأن الوضع الإيراني بات مهزوزا، تابعنا الضربات التي تلقتها نعم إيران من دون أن يتمكن أحد من محور الممانعة من أن يرد ولو بكلمة، في حين كان وعدنا حسن نصر الله في السابق بأنه إذا حصل أي هجوم على إيران ستفتح كل الجبهات، فإذا بكل الجبهات تصمت، وبالتالي حزب الله المتوجس من المرحلة الإقليمية الخطرة سيسعى حكما وفي مرحلة ليست ببعيدة أن يعود إلى التسوية، يحاول أن يفرض سليمان فرنجية أولا، لكنه وعلى الغالب لن سيزيد يتمكن، حظوظ فرنجية. عندها سيحاول أن يعقد تسوية حول اسم جوزيف عون. شكرا جزيلا من بيروت المحلل السياسي توني أبي نجم، وأهلا بك دائما في المشهد الليلة وفي قناة المشهد. في المشهد الليلة بعد الفاصل، تقارير صحفية تشير إلى تريث أنقرة في ملف التطبيع مع دمشق، وحديث عن مشروع أمريكي لحل أزمة مناطق شمال وشرق سوريا مع تركيا.